تحياتي وصباح الخير على حضراتكم في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية. تجرى اليوم القرعة العلنية اليدوية لحاجز الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، وذلك للمرحلة الأولى بالمشروع لكل من مدينتي ناصر غرب أسيوط وغرب قنا. قال المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية إنه سيتم اليوم أيضا إجراء القرعة العلنية اليدوية لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في منطقة جنوب الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تستكمل بقية هذه الوحدات الأسبوع لقرعة الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة وبدر وغيرها. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام دعونا نستقبل هاتفيا الآن الأستاذة مي عبد الحميد، وهي الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. يا أستاذة مي تحياتي لحضرتك وصباح الخير. تحياتي لحضرتك وصباح الخير على حضرتك والمشاهدين. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر تفضلي. احنا الاعلان العاشر عملنا الاعلان بتاعه في الصحف يوم الجمعه، ان شاء الله كراسات الشروط هتبدا تتباع يوم الاربعاء 31/10 في جميع مكاتب البريد المميكنه. اللي عايز يتقدم طبعا بيشتري كراسه يطلع على الشروط ويستوفي المستندات المذكوره في الكراسه ويقدر يبتدي يقدم. احنا فاتحين من 7/11 ل 15 ل 14/11 لذوي الاحتياجات الخاصه، يتقدموا لوحدهم في مكاتب البريد ومعاهم مستند الاعاقه الحديث علشان ما يتعرضوش للتزاحم، يعني ده تيسير احنا عاملينه. ثم هيبدا التقديم من 15/11 الى 15/12 لكافه المواطنين. الاماكن اللي موجوده هي 9 مدن زي ما حضرتك ذكرتيهم، وطبعا اللي بيتقدم لازم يكون بيتقدم وما بيمتلكش وحده سكنيه ولا حصل على وحده سكنيه من عندنا في اي من الاعلانات السابقه او البرامج القديمه. مستوى الدخل احنا بنتكلم في 5700 جنيه للاسره، عشان نتكلم يعني مين هم منخفضي الدخل اللي احنا بنخاطبهم. بنتكلم الاسره دخلها 5700 جنيه في الشهر كحد اقصى، ولو شخص اعزل يبقى 4200 جنيه. طيب استاذه مي، يعني كان يعني لك تصريح او تحذير بمعنى يعني ادق واصح ان كراسات الشروط اللي بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحه، يعني هل لك انت تطلعينا على هذا الامر بالتحديد؟ يعني انا ما شفت في اكثر من صفحه في كذا موقع نماذج من الكراسات، نماذج من الاقرارات، لا يعني الحاجه مش مظبوطه، مثلا في مستندات مذكوره مش مطلوبه، في حاجات مش مذكوره صح، فيعني نلتزم بشراء الكراسه. ما هو يعني دلوقتي الناس عندها تفاصيل واحنا اعلناها من خلال البرامج ومن خلال البيان الصحفي، فاللي شايف ان الموضوع ده هيتناسب معاه يشتري كراسه الشروط من البريد، يعني ما يلجاش لان هو يطلع على مواقع التواصل لانها غير صحيحه. طيب هل يمكن يعني التواصل بشكل او باخر من خلال يعني مواقع في الانترنت؟ هو احنا اولا عندنا خدمه الخط الساخن اللي عايز يسال على اي حاجه مش واضحه بالنسبه له او رقم كام يا فندم؟ اكثر 537 او 539، ولو من رقم ارضي 0971117. 537 او 539 صح كده؟ تمام تمام يا فندم. طب والموقع الالكتروني؟ الموقع الالكتروني بتاعنا www.mff.gov.eg. طيب بالنسبة بقى لأسلوب الحجز، ليست فقط في هذه الوحدات، ولكن هل توجد بعض الوحدات الأخرى يعني في الفترة القادمة؟ إن شاء الله. إحنا قلنا إنه إحنا هننزل 60,000 وحدة سكنية كمرحلة أولى، والله لو لقينا في طلبات أكتر هننزل تاني، يعني إحنا في صندوق مخصوص لهذا الموضوع، بمعنى إن ده برنامج مستمر على طول، فيعني ما ببقاش عايزة الناس تبقى قلقانة ولا حد الناس تسألني مثلا أنا عايزة أقدم لابني أنا عايزة أقدم لبنتي، إحنا إن شاء الله موجودين ومستمرين، ده برنامج يعني موجود عشان يبقى على طول لتلبيه الاحتياجات. فاللي محتاج الوحده هيقدم في هذا الاعلان، اللي محتاجه بعد فتره هيكون في اعلان ثاني وثالث، يعني دايما مستمرين في ان احنا نطرح اعلانات لتلبيه الاحتياجات. واكيد كنا هنتابع يعني مع حضرتك في الفتره القادمه كل هذه الاعلانات الخاصه بالوحدات السكنيه. استاذه مي عبد الحميد الرئيسه التنفيذيه لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والمشاركه.
أعلن دكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتكنولوجيا ونظم المعلومات أن مكاتب التموين بالمحافظات تواصل استقبال طلبات المواطنين المتخلفين عن الميعاد المقرر لإضافة المواليد الجديدة على البطاقات حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، حيث يتم إضافة المواليد بالبطاقات بحد أقصى 3 أفراد للبطاقة الواحدة وفقا للتوجيه الوزاري، وذلك للمواليد من 1/1/2006 وحتى 31/12/2015، على أن يتم مراجعة بيانات المواليد تمهيدا لصرف المقررات التموينية خلال شهر يناير المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات للإسراع في تسجيل بيانات المواليد على البطاقات من خلال التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي وتخصيص وحدة لمساعدة مكاتب التموين في تسجيل بيانات طلبات المواطنين الخاصة بإضافة المواليد الجديدة خاصة للمكاتب التي بها طلبات كثيرة. مشاهدينا الكرام، كالعادة يعني الآن مستمر معكم خلال الساعات القادمة فصل قصير ونعود لحضراتكم من جديد.